أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب. اليوم المنسقة السياسية لفرنسا في الأمم المتحدة تقول إن المحاسبة ومكافحة الإفلات من العقاب في سوريا أولوية بالنسبة لبلادها، واضحة أن العودة الكريمة والأمنة والطوعية للاجئين السوريين مستحيلة حاليا. هيئة التفاوض السورية تعلن عن عقد اجتماعات خلال الأسبوع القادم في جنيف بهدف إعادة تنشيط العملية السياسية. نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا يتهم واشنطن بانتهاك بروتوكولات عدم الصدام في سوريا، مشيرا إلى أنهم ينشطون أنظمة الأسلحة عند اقترابهم من الطائرات الروسية. اندلاع حرائق في الأراضي المزروعة بمنطقة سهل الغاب جنوبي أدلب جراء قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا، ودفاع المدني يقول إنه لم يتمكن من الوصول للحرائق وإخمادها بسبب استمرار القصف. مقتل طفلة وشاب وإصابة العشرات عقب إلقاء شخصين لقنبلتين يدويتين وإطلاق نار في حفل زفاف ببلدة المشرفة بريف حمص الشمالي. مصدر خاص لحلب اليوم يقول إن قوات سلطة الأسد تقوم بتفكيك إبراج الإنترنت في بلدات مسقان ومعرسة الخان وبيانون وتلجبين وحردتينين شمالية حلب دون معرفة الأسباب.